الإنسان سدعونا بالاشتراك. الجانب الأمريكي الذي دخل الحرب العالمية الثانية متأخرة وفاز بها ضمن الحلفاء قدم في ساحة الحرب العديد من القطع العسكرية المتميزة، من ضمن تلك القطع رشاش تومسون، وهو قطعة برزت بشكل لافت بأيدي المشاة الأمريكيين المشاركين في الحرب. هذا الرشاش صمم في الولايات المتحدة في عام 1920 بواسطة جون تومسون، لكنه لم يدخل الخدمة لدى الجيش إلا في عام 1938، حيث كان السلاح الرسمي للجيش الأمريكي في الحرب العالمية الثانية وحرب فيتنام. قدرة هذا الرشاش الفائقة على إطلاق 600 رصاصة في الدقيقة جعلت منه سلاحا مفضلا لدى رجال العصابات والمنظمات الخارجية على القانون. تميز تومي بسرعة فوهة بلغت 285 مترا بالثانية بمدى مؤثر بلغ 200 متر. نظام التلقيم في رشاش تومسون مخزن مربع يحوي 20 رصاصة أو مخزن دائري يحوي 100 رصاصة. رشاش تومي الذي خرج من الخدمة العسكرية في عام 71 و900 ألف صنعت منه 1,700,000 قطعة.